بطيخ تو جو، ده الاسم اللي احنا اخترناه للمشروع بتاعنا. انا ميار ومعايا صاحبتي سارة. احنا قررنا ان احنا نعمل حاجة جديدة وفكرة جديدة، فعملنا بطيخ متقطع سلايسز ووقفنا بيه على صواني في شارع المرغني. هو احنا زي سنة رابعة في سيسو اقتصاد، فالمفروض علينا graduation project. هو المفروض كليتنا نظرية بحتة، ففكرنا ازاي نحول الحاجات اللي احنا بناخدها في الجامعة لحاجة عملية زي ما بيعملوا برا في الجامعات وكده. فقلنا نعمل المشروع ده ونتعلم ازاي نديره بالحاجات اللي احنا خدناها. وهو هدفه مش مادي قوي، اكتر ما هو ان هو اداري، يعني حاجة ازاي نتعلم نديرها ونكبرها في المستقبل يبقى مشروع كبير. بننزل على حسب، ساعات بيبقى في ايام عندنا مثلا امتحانات او عندنا بروجكت المفروض نخلصه فبنقعد في البيت، لكن غير كده بننزل. بس احنا اصلا الهدف بتاعنا مش عائد مادي، يعني احنا مش نازلين عشان المادة على قد ما احنا نازلين ان احنا عايزين نعمل حاجة جديدة ونشوف هندير المشروع ازاي، وبرضه نغير شوية فكرة او وجهة نظر الناس والمجتمع عامة ان البنت ما ينفعش تقف في الشارع وما ينفعش تعمل حاجة، والبنت طالما مش محتاجة خلاص ما ينفعش تشتغل. لا، احنا شايفين ان احنا حتى لو مشروع صغير الشباب ممكن يبتدوا ببطيخة واحدة ويحققوا انجاز. يعني شفنا ترحيب حلو قوي، يعني حتى كان في ناس بيدعوا لنا وناس يجيبوا لنا هدايا، ناس جابوا لنا شوكولاتات. لا يعني كان رياكشن الناس كان حلو قوي الحمد لله. احنا بس عايزين نقول ان هو لو بحاجه بسيطه خالص انت ممكن تبتدي المشروع بدل ما تفضل قاعد على كافيه. يعني لو بطيخه ب 30 جنيه، انت ممكن تبيعها وتعمل منها حاجه الناس تشتريها وانت تعود عليك بعائد وما تبقاش قاعد في البيت. يعني انا فرحانه قوي بالبنات دي، لان لو اي حد عنده قناعه انه لازم يشتغل عمره ما هيتكسف انه يشتغل اي حاجه في الدنيا. ومشوار الالف ميل بيبدا بخطوه، المهم انك تاخد الخطوه وما تكسلش. ميار وساره طالبتين في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، وكان عندهم قناعه بان مشروع العمر ممكن يبدأ بمبلغ 100 جنيه بس، فقرروا إنهم يخوضوا تجربة العمل بفكرة جديدة ومجنونة على مجتمعنا. ميار وسارة قرروا إنهم يبيعوا عصير وقطع البطيخ في شارع المرغني في مصر الجديدة. ميار وسارة أهلا بيكم. أنتوا ما عندكوش فكرة أنا مبسوطة بيكم قد إيه، لأنه إشمعنى المشروع ده اللي أنتوا فكرتوا فيه برغم أن أنتوا بتدرسوا في كلية محترمة، وواضح أن أنتوا يعني احتياجكم المادي مش لدرجة أن أنتوا تقفوا تبيعوا في الشارع. إيه اللي خلاكوا أقدمتوا على الخطوة دي؟ هو أصلا في الأصل إحنا ما فيش الحمد لله احتياج مادي، يعني هي تمام. الفكرة كلها أن إحنا فكرنا أن إحنا عايزين نعمل مشروع. إحنا كليتنا نظرية جدا، ما فيهاش أي فكرة مشروع. تاني حاجة ان احنا عايزين طب بعد كده بقى نعرف ندير مشروع. انا وساره فكرنا ان احنا عايزين نعمل حاجه نكسر الروتين شويه. بالظبط. والله صحيح. ففكرنا ان احنا طب لما بننزل الشارع او كده مش بنلاقي اوبشنز كتير او اختيارات كتير قدامنا، ان احنا حد عايز ينزل يتمشى الجو حر، ايه الاختيارات اللي قدامه غير ان هو يقف في كشك يجيب ميه؟ يعني لا، واحلى حاجه ان انا ابقى قاعده في عربيتي وتجيلي الكوبايات اللطيفه دي فيها بطيخ متقطع او سلايس كمان. احنا جايبين بطيخ. بنعترف. ليه بتقولي بتصيحي لي ليه؟ بنعترف برضه عشان التكلفه. لا، خلي البطيخه دي على جنب. طب قولي لي مين بقى اللي بيحضر لكم احنا البطيخ؟ احنا بنعمل كل حاجه. انتوا؟ احنا نرجع من الجامعه بسرعه بسرعه نجيب البطيخ ونقطعه ونعمل كل حاجه ونلحق بقى عشان ننزل من الساعه 5 كل يوم، نلحق نشتغل بقى. يعني هو بيبقى فول داي. طب انتوا زملاتكم بقى عندكم في الكليه مستقبلين الموضوع ده ازاي؟ لا، هي الناس عامه كلها مستقبله، في وحش وفي حلو طبعا، في انتقادات أكيد. وفي بس زمايلنا اللي معانا مش مبين لنا قوي الحقيقه، يعني اكيد هيقولوا لنا حلو. ممكن يكونوا متضايقين منكم عشان انتوا بتعملوا حاجه ناجحه. والله احنا ما نعرفش، بس هم يعني في ناس لا شجعتنا وجت اشترت مننا وفضلوا واقفين معانا، وفي ناس تقول لنا طب اساعدكم واعمل لكم، بس في ناس برضو في نفس الوقت تقعد تقول لا دول بنات وليه يقفوا كده لا البنات دلوقتي بيعملوا كل حاجه. ده كمان دخلنا كتير حاجه اسمها عيب، وده انتوا بتشتغلوا
تشتغلوا شغلانه رافضين يعني. مع ان حتى يعني فكره الوقفه في الشارع دي اتعملت كتير قبل كده بس كان كلهم ولاد، ما سمعتش الانتقادات دي من حتى احنا دي وكده في ناس اللي هو ازاي. طب العائد الاقتصادي يعني انتوا مثلا بتشتروا بطيخه وقولوا بكام مثلا؟ بنشتريها ب25 لسه غالي. ايه؟ هو لسه غالي طبعا عشان في اول الموت. طب ايه العائد المادي يعني بتكسب ايه او اقتصاديا بقى بما ان انتوا في كليه الاقتصاد يعني؟ هو العائد المادي دلوقتي مش كتير عشان احنا بنحاول دلوقتي اكتر ان احنا نعمل زي ماركتينج للموضوع الاول ونشوفه، فمش هننزل مثلا بسعر البطيخ غالي واحنا نكسب، احنا عاملينه بسعر قليل يعني او مش عارفه قليل ولا لا، هو 5 يعني جنيه يعني البطيخه مثلا بتكفي تعملي كام كوبايه من دول؟ البطيخه بتعمل مثلا حوالي العصير اكتر حاجه بتاخد يعني، العصير ممكن ياخد مثلا 4 كوبايات تبقى نص بطيخه عشان ما تزودش ميه خالص، هو بطيخ بس بيور. طب سوري في السؤال ده، الكوبايه بكام بقى العصير او البطيخه؟ احنا الاول كنا نازلين بيها ب5 جنيه بقى كده لقينا ان احنا بنخسر جامد قوي، لا قلنا لازم نغلي، قعدنا نعلي بقى 7 كان يوم نجيبها ب10 يعني اللي خد اول يوم ده كسب خلاص بجد يعني هو اخر سعر وصلت له 10 عشان كده تكلفة الكوبايات يعني كتير. طبعا اصل هي عمليه برضو مكلفه يعني فعلا زي ما انت بتقولي انتوا بتقطعوا حتت صغننه وتحطوها في الكوبايه او برضو كوبايه البلاستيك وبنجيب الراب اللي بنلف بيه بنجيب الستيكس اللي بنحطها بنجيب تلج للايس بوكس، فتكلفه البطيخ هي اقل حاجه تقريبا. انت هتخليني اعيط كده يا مهير والله. هي دي التكلفه بتاعتنا. طب ما فيش بنات تاني اقترحوا عليكم انهم عايزين يخشوا في المشروع معاكم؟ لا في ناس كتير قالت لنا نساعدكم، انا لما نشر في كذا مكان مدينه نصر الزمالك كذا حته، فساعتها بقى ندخل معانا ناس تانيه يدخلوا الناس التانيه. انتوا بقى اللي تجيبوا لهم البطيخ ومش عارف ايه وكده، ولا كل حي مثلا فيه بنتين او ثلاثه هم يتكفلوا بالمصاريف كلها؟ احنا نجيب البطيخ، لا احنا اللي نبقى دايرين الموضوع، هم زي اكنهم موظفين يعني، تبقى حاجه موظفه بطيخ يعني. انا اروح اقول لهم في البيت انا موظفه في وزاره مصنع يعني بطيخ؟ لا يعني قصدي نبقى احنا اللي مشغلينهم يعني. مشغلينهم اكيد. تعبيراتها غريبه. تعبيراتها غريبه. انا ملاحظه من ساعه ما دخلت ادينا صوتي رايح. قلت لها يا حبيبتي مش هتغني. بالظبط. طب قولي لي يا مهير، اكيد اتعرضتوا طبعا لمواقف طريفه جدا في الشارع. يا حبيبتي الحمد لله يعني، ده انتوا ايه؟ طب ايه اللي يعني مثلا في باص مثلا يقف يعدي قدام شويه يقول لنا هي بتبيعوا ايه؟ فنقول له بطيخ مثلا بكام؟ 5 جنيه. طب تعالوا هاخد. فيجي مثلا نقرب يقول لنا فين بقى اللي ب5 جنيه؟ امشي يا بت. يعني بالاخر بتهزقوا شويه. لا بس لا بالعكس، معظم الناس والله كانوا بيشجعونا. واكيد في ناس بتعاكسكم طبعا. ده العادي. بس احنا لو ماشيين عادي، لو نزلنا من البيت عادي هنتعاكس، فدي مش مؤثره فينا. انا معجبه بشجاعتكم جدا ان انتوا بتنزلوا في الشارع وتبيعوا وتعملوا. طيب قولي لي بقى احنا، طب ايه بالنسبه للبيت عندكم، هم مش معترضين ولا عادي؟ لا هم في الاول، اول لما قلنا الفكره لا كانوا مشجعين جدا يعني، حبوا الفكره قوي، حتى ما جاش دماغهم اصلا فكره الشارع غير بعد ما شافوا الانتقادات وكده. بس الاعتراضات طبعا دلوقتي بقى عشان المذاكره والامتحانات. ده عندها هي، انا عندي معترضين عادي. معترضين عادي؟ بتكلم عن انا البيت عندي. يعني بيقولوا لك ايه في البيت؟ انت هتبيعي بطيخ في الشارع وبتاع؟ لا يعني مامتي وبابايا فكره جديده وحلو يعني مشجعيني قوي. اخويا بقى لا طبعا، وايه المنظر ده وبنات تقف بطيخ؟ طب انا عايزه اقول لكم على حاجه، طب ايه رايكم لو رحتوا مثلا النوادي؟ يعني مثلا هناك طبعا في محلات للايس كريم وللساندوتشز والحاجات دي. احنا فكرنا ننزل اللي هو ايفنتات بقى اللي بتبقى حفلات. بالظبط. جامعات، في ناس برضو قالوا لنا انزلوا كذا جامعه تقفوا برضو بيبقوا عاملين ايفنتات وكده. ايوه ننزل نبيع. بالظبط. او في النوادي او كده. يعني انا بناشد المسؤولين صحيح حقيقي يعني، طبعا انتوا بتشتغلوا بس ممكن تجي لكم معاكسات قانونيه بعد كده. ده وارد. فانا عايزه اقنن اوضاعكم يعني، بناشد المسؤولين فعلا انهم يساعدوكم في ان انتم بتشتغلوا، انتم بتشتغلوا بتعملوا حاجه كويسه، ما بتبيعوش حاجه وحشه. ومش انتم بس، انا بناشد المسؤولين انهم يدعموا الشباب كله يعني، بدل ما في بنات زيكم شكلهم حلو بيلبسوا حلو
ومش في احتياج مادي لانهم يشتغلوا شغلانه زي دي، لكن بالرغم من كده نزلوا الشارع وبيكقص. ده كفاح ان انت تقفي وتبيعي على باب ما بتخلصي شقه البطيخ. احنا فعلا بنكافح، احنا بقينا ما بنعيش وقت ناكل، بنتغدى نجيب الغدا في العربيه في الطريق واحنا رايحين. معلش كل ده حلو، ده كل ده اجتهاد حقيقي صدقوني، ده منتهى يعني ان انتوا بتبصوا لقدام جدا للمستقبل، فده شيء لازم كلنا نشجعكم عليه على فكره. طيب انا عايز اسالك سؤال خاص بالبطيخ، لان انا من محب البطيخ بصراحه، انا بعشق البطيخ. طب الحمد لله هاجي لكم، هنزل لكم شارع المرغني. يا ريت. والله اما بتروحوا تشتروا البطيخ بتشتروه من الفكهاني ولا من سوق الخضار او سوق الفاكهه؟ لسه من الفاكهاني يعني، لسه بنخسر. طيب ما تنزلوا سوق الجمله. ما احنا عايزين بقى يعني، مستنيين ان احنا حتى نخلص نعدي مرحله البروجكت والامتحانات دي ونبتدي بقى فعلا ننزل سوق. اصل لو نزلتي سوق الجمله هتلاقي اقل من كده كتير. كتير. طب وانتوا بتفهموا بقى في البطيخ كويس اللي بيقعدوا يطبلوا عليه؟ لا لا ابتدينا نعينها كده. طبعا بتاع 20 بطيخه قرعه اترمت. لبسنا وتلاقي الراجل واثق قوي، لا خدي البطيخه اللي فرعها مش عارف عامل ازاي، اقول له على ضمانتك على ضمانتي. تفتح في البيت عليها قرعه بيضة. انزلها بيضة. طب ما هو طب ما هو لازم والله يعني، في قبل كده فكاني رجعني نظرة كده بيروح ماسكين البطيخه مخبطين عليها يعرفوا دي كويسه ولا لا، يشتغلون على طول يعني. طبعا لازم يشتغلوا يعني. والله رجعني يعني، كنت منقيه واحده دي لا دي مش حلوه، بصي خدي قشرتها طالعه كده وعامله مش عارف ايه، رحت خدتها لقيتها قرعه، قلت له خد يا بابا. رجعت له تاني خد قشرتها عريضه. طب وانتوا لما تتخرجوا بقى وتشتغلوا بقى، ممكن تبقوا سفراء، ممكن سلك الدبلوماسي؟ احنا اقتصاد اصلا مش سياسه. مش سياسه؟ اوكي. ممكن تشتغلوا ايه؟ ممكن ما تشتغلوش عادي، ممكن تنموا بقى الشغلانه بتاعتكم دي. ما احنا يعني تفتحوا محل بقى، تعملوا عربيه شكلها لطيف وتقفوا عليها. احنا نعمل كده. انا الاول كان عاجبنا فكره التريز دي انها مختلفه عن العربيات والعجل واللي هم بيعملوه. ايوه بس نفسنا بقى كان نعمل بوس يبقى كله، وندخل كمان غير البطيخ كله بقى فاكهه بشكل كبير. فاكهه باشكال كتير. طب انتوا ليه ما تعملوش كده؟ انا هتعملوا ده في الاجازه وعاملين الديزاين بتاع العربيه وديزاين حلو الوان لطيفه كده، عايزين حاجات ورود معاها وبيضه وحاجات كده. بيضه هتبيع بيض لونها ابيض. لونها ابيض عشان شم النسيم. عشان شم النسيم لسه معاك، وتحطوا ارنب طالع من حاجه. لازم والله هنظبط الشعب ما تقلقيش. طب وانتوا ما فيش فيكوا واحده مخطوبه ولا؟ لا الحمد لله، لا مش متفرغين للموضوع. طب لو جه عريس لحد فيكوا يعني واشترط عليكم انكم تبطلوا بطيخ؟ لا جه ومشي قبل كده. جه ومشي يعني البطيخ عندك ابدا من العريس؟ الشغل عامه ابدا من العريس. مبدا الشغل ابدا من اي حد يعني. وبعدين ده يعني هيتجوز واحده هيبقى بتبيع بطيخ، عايز اكتر من كده يعني؟ والله صحيح بتبيع بطيخ. طب انا عايزه اقول لكم على مشروع تاني كمان يعني مع البطيخ. المانجا، تبيعوا مانجا مع عصير مانجا وكده. بس هي مدتها قليله يعني، معلش سعرها غالي. لا انت هتشتغلين بقى بسعرها غالي؟ مش سعرها غالي، لا نصحى قوي. لا لا انا ما بقول لي بالك، انا عند الفكهاني ليل نهار يعني. انت لازم تفتحوا فكهاني عشان تبقوا كده. دي اسهل حاجه. والله نزرع ارض، افكر نزرع. طيب انا بحييكوا جدا طبعا، وانا زي ما عملت ونشدت المسؤولين انه لو اتقنن الموضوع ده يقدم لكم تسهيلات، ما يقعدوش بقى يقول لكم هاتوا رخصه من مش عارفه ايه وادوا ورقه فين واعملوا ايه. يعني المفروض ان تتسهل الحاجات دي، لان الشباب بيشتغل يا جماعه. شباب عايز يعمل لنفسه كيان حتى ولو كان في البطيخ. وانت صوتك وانت بتقولي خدي بالك تراقبي. لا والله، وانا بقول لبابا وماما سيبوا ميار تشتغل يعني، ارموها كده في النار. ارموها. دول بنات رجاله بجد، انهم ينزلوا الشارع ويبيعوا حاجه. دول بنات ما يتخافش عليهم، ربنا يحميكم يا رب ويحرسكم. انا متشكره قوي. مفيش بطيخه جت معاكم؟ معانا لنا كده ايد ورا وايد. لا معانا معاكم فين؟ نبل رقنا. نبل رقنا فين يا ستي وانا شفت حاجه؟ طيب بشكرك جدا يا ميار، بشكرك جدا يا ساره. ودلوقتي للفقره الجايه ان شاء الله، اتفضلي.